السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة إيمان ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب والروايات. بمناسبة رمضان المبارك أقدم لكم مجموعة من المقالات والكتب التي تناسب القراءة الخفيفة في هذا الشهر الفضيل. اقترن رمضان في عقول البشر بالدول العربية ببعض الأكلات والمشروبات، ومن أشهرها حلوى القطايف. يا ترى ما هو السر في تسمية القطايف بهذا الاسم؟ أقرب الظن أن أول من تناول القطايف كان سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، وحينها تقاطف الضيوف بسبب شدة لذتها. ومن ناحية أخرى أرجع بعض المؤرخين سبب التسمية لتقارب ملمسها مع قماش القطيفة، وأيا كان السبب ستظل رمزا من رموز الشهر الكريم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وفي وصف القطايف قال أحد الشعراء: لله در قطايف محشوة من فستق دعت النواظر واليدا. وحاليا يقول أحد معلقي مباريات كرة القدم واصفا الألعاب الجميلة: القطايف واللطايف والحركات. وفي النهاية نتمنى لكم صوبا مقبولا وإفطارا شهيا وقطايف سعيدة ورمضان مبارك كريم أعاده الله عليكم باليمن والخير والبركات، وبلغكم رمضان القادم لا فاقدين ولا مفقودين.